برافو يا شباب. لا ما بدي. يلا ما راح يصير لك شيء، لك هي كلها نزلت كلها غطى بالمي. لا 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 يلا تعالوا هون تعالوا. لك اتركوني. يلا زدوا 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 معي زدوا. تخاف انت شاب. يلا بتبورد بتبورد. لك اتركوني اتركوني. العمى شو خويف. كاسر. صحتك. الو. مهند صار شيء ما راح تصدقوا، عدنان راح يطلقني. مهند سمعتني؟ رح نتطلق، رح تخلص من قيودي. شو قلتي له؟ ما عاد في داعي اقول له شيء. هو اللي عرض علي. عم تتصور؟ هو اللي طلب الطلاق. أنا ما عم صدقك، شو عملتي أنت؟ شو عملتي؟ ما عملت شيء والله العظيم. ترى عدنان ما بيشوف مستقبل لزواجنا؟ وإنه أنا ما بعمل شيء مشان زواجنا وما بعرف شو. لك شو أهمية هاي الشغلات؟ هلأ رح يتركني أنا حرة بقى. هذا المهم؟ ما بعرف هذا الوضع قد ايه بيهمك. إذا ما بدك تتركها لنهاية فورا بنتظرك لفترة، وإذا حابب ما حدا يعرف ابنه بتجي لعندي بعد فترة. سمر، أنا مو حابب أتركها لنهال. ليش ما عم تفهم هالشي؟ طرقاتنا افترقت من زمان. لا بس هلأ عم تحكي هيك، بس بكرة لما رح توقع هداك التوقيع بدك تندم لأنك ما سمعت كلامي. الصبح فهمتي وجهة نظري وودعنا بعضنا كمان وحملتي حالك ومشيتي. نهال عم بتهددك، عم بتخوفك، لأن عم بتقلك إذا بتتركها بدها تموت، مشان هيك عم بتقاوم. هي ما عم بتكذب، ما في خطط براسة، عم بتحبني بلا حساب وبلا كتاب. إذا تركتها عن جد بتموت، بتموت. عم تحكي مع نهال؟ مهند، رح حاكيك الصبح كمان قبل فوات الأوان، رح أسألك لآخر مرة، بتحب تكون سعيد معي ولا بدك تحط قيود نهال برجليك؟ فكر وخذ قرارك. خبر سيء شيء؟ تمام. بشوفك الصبح. بشوفك. شو عم بيصير؟ ما في شيء. يلا روح انبسط.